افتتح محافظ جنوب سيناء خالد فودا معرض أهل رمضان بمنطقة العمارات بمدينة رأس سدر وذلك لتوفير المواد الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين وشدد فودا على ضرورة توافر جميع السلع بأسعار مخفضة طوال شهر رمضان مؤكدا تكثيف الحملات التنموية التموينيه وضبط الاسعار كما تفقد محافظ جنوب سيناء ممشي 306 بكورنيش مدينه راس سدر في اطار تنشيط الحركه السياحيه والتجاريه بالمدينه وتوفير فرص عمل للشباب. احنا <متحدث> <متحدث> النهارده ده منفذ من منافذ اللي احنا في كسرين فيها الاسعار محتكرين الاسعار مفيش احتكارات عندنا دلوقتي انا بس عايز اقول حاجه ان احنا بنطمن الشعب المحافظه ان السلع كلها متوفره وموجوده وبكميات أنا يعني دخلت دلوقتي شفت شوله رز وشوله دقيق وشوله كل حاجه موجوده عندنا هنا واسعار في متناول الجميع وباقل من 25 30%